السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في القناة ديالكم من جديد. واليوم غادي نتكلموا على موضوع جديد. نتمنى تفعلوا معنا وديروا لايك الفيديو وتبارتاجيوه مع الأصدقاء ديالكم وخوتكم إلى عجبكم الفيديو. اليوم غادي نتكلموا على موضوع اللي هو مهم لغالبية الشباب، تيقلبوا أنهم يديروا مشاريع ديالهم، وهاد المشاريع ديالهم لازمها من وثائق، يعني باش ما يبقاوش في السوق السوداء. يعني الموضوع ديالنا اليوم هو كيفاش ندير ريجستر كوميرس. دابا اليوم غادي نهضروا على الوثائق اللي غتخصنا، غادي نتكلموا على الادارات اللي غادي نمشيو عندهم باش نسجلوا ريجستر كوميرس ديالنا. فاش تبغي دير بروجي ديالك، اول حاجه خاصك تفكر فيها هو الريجستر دو كوميرس. الا كانت الحاله ديالك ضعيفه، الدوسي سهل تجمعو لراسك بلا ما تمشي عند الكونطابل ولا النوتير ولا اجونس يجبدوا لك ب 2000 درهم. كاينين جوج انواع ديال سجل تجاري، يعني الريجستر دو كوميرس هو سجل تجاري لير سي. اولا الاشخاص الطبيعيين، يعني الاشخاص الطبيعيين هو انا وانت والاخر والاخر، يعني ما عندهم حتى شركه مثلا ولا تعاونيه ولا مقاول ذاتي ولا ما عندهم حتى حاجه، طبيعي اللي هما التجار والصنايعيه والمنعشين العقاريين ونقل البضائع، مهم جميع المهن الحره. هذا نوع. والنوع الثاني هما الاشخاص المعنويين اللي هما شركات بالانواع ديالها، وفي الغالب شركات ذات مسؤوليه محدوده. سارل لحقاش ما كتحتاجش راس المال كبير، يعني سارل عندها واحد راس المال اللي هو قليل. من بين الانواع ديال الشركات اللي هما متعدده وكثار، يعني سارل الاغلبيه كيدير سارل، هي شركه ذات محدوديه ذات مسؤوليه محدوده. انت حيك حالتك على قد الحال، دير شخص طبيعي بلا ما دير شركه، لحقاش غاليه وصعيبه باش تجمع الدوسي وحدك. يعني الشركه باش تصوبها خاصك كونطابل يعاونك في جميع ديال الدوسي باش تاخذ الوثائق ديال الشركه. بالنسبه للاشخاص الطبيعيين اللي هما بالفرنسيه لي بيرسون فيزيك، خاصك تقلب على محل ودير عقد كراء وتقاليزي وتسجلو في دار التسجيل فين يخلصو لافينيت. مش حال باش كتقام، كتقام بميتين درهم، يعني عقد كراء تقاليزي وتسجلو في دار التسجيل، هذه هي الخطوه الاولى. ومن بعد تمشي لدار الضريبه يعطيوك شي ورق جمعهم ورجع عندهم، يعطوك واحد الشهاده سميتها لاتيستاسيون دانسكريبسيون على تاك بروفيسيونيل على تاكس بروفيسيونيل لا باتونت. يعني ملي كندير عقد الكراء تنقاليزي تنسجلو في دار التسجيل تنخلص عليه 200 درهم، من بعد تمشي لدار الضريبه كيعطيوك شي وراق كتجمعهم، من بعد ترجع عندهم تعطيوك لاتيستاسيون تنسكريبسيون على تاك بروفيسيونيل اللي هي لا باتونت. دابا عندك عقد الكراء ولا باتونت، غادي ديرهم في شوميز، يعني ديرهم في الجوا، ماشي الجوا ولكن ملف، وتمشي عند كاتب عمومي يكون مطرق، قول ليه عمر ليا بريمي ديال سجل تجاري، يعطيك ثلاثة ديال النماذج وقع فيهم وديهم المقاطعة قاليزيهم. دابا كل شيء عندك مزيان، يعني لاباتون عقد الكراء زامبريني زوج نسخ من البطاقة الوطنية، يعني عندك لاباتون عقد الكراء لامبريمي وجوج نسخ ديال البطاقة الوطنية. دابا سير للمحكمة التجارية
اللي قريبة لمدينتك أو القسم سجل تجاري في المحكمة الابتدائية وخلص عليها 150 درهم في الصندوق ودفع الدوسي في قسم سجل تجاري وهانت عندك الريجستر كوميرس والله يوفق الجميع. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد وموضوع جديد.